السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي الصغار. في درس جديد من دروس الرياضيات النسبة المئوية، خلال هذا الدرس سنتعرف على تمثيل النسبة المئوية بمخطط بالأعمدة. الذي يتمرين يمثل الجدول التالي توزيع مصاريف أحمد خلال شهر والنسب المئوية التي تمثل المشتريات مقارنة مع مجموع المصاريف. يمثل المعطيات بواسطة مخطط بالأعمدة. لدي هذا الجدول مشتريات أحمد، كتب، مجلات، أقراص، مدمجة، مصاريف أخرى. النسبة المئوية، النسبة المئوية تمثل المشتريات مقارنة مع مجموع المصاريف. بالنسبة لمجموع المصاريف 40%، بالنسبة للكتب مجلات 25%، أقراص مدمجة 25%، مصاريف أخرى 10%. إذن كيف سنمثل هذه المعطيات بواسطة مخطط بالأعمدة؟ إذن سنرسم محورين. سنحدد المحور الأول بالنسبة للمشتريات، المحور الثاني بالنسبة للمئوية. نحدد الصفر، إذا نحدد هذه المشتريات كتب، مجلات، أقراص مدمجة، مصاريف أخرى، ونضع النسب في المحور العمودي. إذا نضيف مثلا 10، 10 زائد 10 20، زائد 10 30، زائد 10 40 إلى غير ذلك. الآن سنمثل هذه المعطيات بواسطة أعمدة، يعني مثلا الكتاب أو الكتب 40%، إذا سنرسم عمود على هذا الشكل يساوي 40%، بالنسبة للمجلات 25%، إذا 25 هي بين 20 و30 في الوسط، أقراص مدمجة 25%، والمصاريف الأخرى 10%. إذا هذا ما يسمى بمخطط للأعمدة. شكرا لكم.